لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على سيد الأرض والأجل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ذوي الأرحام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، سيادة رئيس الجلسة، سيادة الكرماء والفضلاء وجميع الأصحاب رحمكم الله، أولاً حيرنا نشكر ونستعيذ بالله تعالى الذي قد أعطى علينا جميع نعمه ومنعه حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المكان المبارك. ثانياً صلاة وسلام دائمين ومتلازمين على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد أخرج الناس من الظلمة إلى النور. ثالثاً لا أنسى أن أشكر شكراً كثيراً لمقسمة الأوقات التي قد أعطتني فرصة ثمينة حتى أستطيع أن أخطب أمامكم جميعاً تحت الموضوع محقة أخلاق الرسول. الأخلاق هي سلوك جيد من شخص ما وأسفهت أعداد وأعداد يومية. لرؤية التطبيق يجب أن يكون لدينا الكريم لتعلم سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي هو أفضل الرسالة للمسلمين، حتى لدرجة أن شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي القرآن، لأن القرآن الذي يجري لأنه تم تطبيق كل المحتوى الموجود في القرآن في حياة النبي الحياة اليومية. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإنك لعلى خلق عظيم. الآية صدق الله العظيم. أي وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل المخلوق وأعظم المخلوق، لأنه عنده صفة الكريمة والنبيلة. أيها الأحبة في الله، سئلت عائشة رضي الله عنها عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجابت عائشة عن صفته هي القرآن. لماذا صفته هو القرآن؟ المراد هنا لأن ما عمل في كل يوم، ما عمل في كل وقت، نفذ كل من هو في القرآن. ثم حقا مدهش جدا إذا هناك نفس مسلم لكن سلوكه بعيد من صفة الكريمة والنبيلة، إذا قال أنه يتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم فينبغي أن يفهم.